بسم الله الرحمن الرحيم. الضربة القاضية من مجد أفشة لفريق بيراميدز لينهي على اللقاء. وقلت في بداية كلامي المباراة الأهلي وبيراميدز لا تقسم لا تنتهي القسمة على اتنين، وده اللي حصل. وقلت لكم كمان الأهلي الأقرب. ليه الأهلي الأقرب؟ مش عشان النادي الأهلي، لا، عشان جمهوره. جمهور له دور كبير جدا، فعال، بدي باور مش طبيعي لعبته، وربنا سبحانه وتعالى عملها، يعني عملها ميزه للنادي الاهلي بامانه لجمهوره. حتى وانا واحنا موجودين في الملعب برضو عندنا باور مش طبيعي، مش عايزين نزعل جمهورنا، عايزين نفرحه، عاوزين. فهو دي ميزه النادي الاهلي. بيراميدز بحس ان الطموح عنده بيجي عند في حته معينه ويقف، والدوري لسه ما انتهاش. بس دي كان دافع لبيراميدز، اذا كان ساب الاهلي كان هيقرب للبطوله قوي. خسارته الامور صعبت عليه، لازم ولا بد هينتظر النادي الاهلي هو يخسر مباراه او يتعادل مباراه هو يكسب، يبقى الثلاثة بونت اللي هو الاهلي خدهم من بيراميدز عادي. بس في النهارده ظاهره في لعيبه مش في حالتها خالص، يعني من بيراميدز فخر لقيت ده مش موجود، وليد الكارتي مش موجود، مصطفى فتحي مش موجود في النادي الاهلي، عشان برضو ما يفكرش ان احنا لا، امام عاشور علامه استفهام كبيره جدا، يعني لولا السوشيال ميديا تبع النادي الاهلي وجمهور ومش عارف ايه وبديله دافع. لا، لازم امام يحاسب يا جماعه، لازم يراجع حساباته تاني. كل لعيب بيبقى مقصر لازم يراجع حساباته تاني. يعني نزول مجد قفشه في التوقيت ده سبحان الله مرزق، يعني مجد قفشه مرزق اللي هو ينزل. وكمان الشناوي مش موافق. اقول لكم على حاجه بامانه عشان برضو ما نظلمش، الكورتين الثلاث كور اللي جم على الشناوي منهم ضربه جزاء، خلاص سيبك من ضربه الجزاء، الكورتين اللي جم على احمد الشناوي حارس بيراميدز جم جونين، الكورتين اللي جم على محمد الشناوي جم جونين، مفيش اي كره تانية في اللقاء عشان انتوا كنتوا عاملين حسابكم، مفيش خالص. ف ماتش من الماتشات الحلوه الممتعه، بس حالت فيها بعض اللعيبه كانت حالتها وحشه، ده كمان اثرت على اداء اللقاء. لكن في لعيبه كانت هايله. مجد قفشه لما نزل، حسين الشحات هايل، حاجة مميزة في النادي الأهلي، حاجة مميزة في النادي الأهلي. في بيراميدز موستن مايلي اللي هو الفيرود حاجة جميلة، فيرود عنده باور، بيفكر مبولولو بتاع الاتحاد، نفس الستايل نفس التركيبة. بس خلينا في الماتش، المدير الفني لفرقة بيراميدز بدأ غلط خالص. مين اللي منزل كريم حافظ باك رايت؟ ما عندك الشيبي، ايه السبب؟ عندي لعيب بالشيبي ده، شيبي هو اللي اول ما نزل خلى الناحيه، هو السبب في الجون الثاني اللي احمد سامي جابه. فالامور صعبت على بيراميدز، والنادي الاهلي ده خد رفع من روحه المعنويه عاليه جدا. هرجع تاني واقول يا جماعه، الجمهور والله الجمهور ده مش طبيعي، جمهور الاهلي. ايه الكور اللي جت فيها خطر هنا او هنا؟ الوحيد اللي كان بيعمل خطوره للنادي الاهلي حسين الشحات، وطاهر وكريم بامانه اجتهدوا وعملوا عليهم وزياده. لكن مجد قفشه يعني بصراحه من ناس، يعني باب السماء اتفتح له كده، كوره من على ال 18 يركنها بالشكل ده طبيعي جدا، مش هيحطها غير في الزاويه، ده الشناوي كان لازم ياخد خطوه ليها. بس هو ده النادي الاهلي. مدير فني بيراميدز بدأ بتشكيل غلط في لعيب او اتنين، فخر لقاي ولا كانه جه النهارده خالص، ومصطفى فتحي اثر على فرقه بيراميدز. النادي الاهلي كانت حالته الفنيه والمعنويه اعلى، وده اللي هو احرز هدف الاول، وبيراميدز اتعادل، ورجع بيراميدز جاب الهدف الثاني، والاهلي اتعادل بضرب الجزاء، وبعد كده قفشه خلص على الليله. ده يعني الحاجات اللي انا
حاططها من ضمن ملاحظاتي يعني، انه الملاحظه الثانيه ده في لعيبه اول ما بتلاقي ماتشات تقيله زي الضغوط عليها بتبقى صعبه قوي عليها، وما بتظهرش بالشكل المطلوب، معرفش ليه. طب النهارده الحكام الاسبان بقى بص ما فيش ولا اعتراضات، وفي دقيقه ضرب جزاء ضرب جزاء، مش ما فيش ولا حاجه، خلص على طول. عندنا الحكم عندنا ممكن يقعد 10 دقايق عشان يدي قرار لفرقه، وخاصه ما يكون فرقه جماهيريه، فرقه مش جماهيريه خلص على طول، عايز تصفر صفر براحتك. ليه؟ ما انا قلت لكم قبل كده ليه بنبص على الالوان؟ ما النادي الاهلي كسب النهارده من غير الوان، وكسب الحكام موجودين واجانب. ايه المانع؟ ايه المانع ما يبقى الحكم يدي قرار؟ ما تقلقش والله، ايه هتقف هتاخد ايقاف من التحكيم؟ ما تاخد ايقاف، ايه المشكله؟ بس هتبقى انت من جواك ضميرك مرتاح. اتعلموا من الحكام الاجانب، حكام الماتش ماشي ومش اي لمسه ومش اي وقع ومش اي لمسه في منطقه الجزاء احسبها ضرب جزاء، لا لا لا. كولر ادار المباراه في اخر ربع ساعه ادارها صح. المدير الفني لفريق لفريق بيراميدز كورونا ساليفو ده بصراحه برضو مجتهد، بس هو حاله اللعيبه بتاعته النهارده في بعض ثلاثه او اربع لعيبه مش في حالته. الدوري كده فوق اشتعل كده، الاهلي بدا يقرب، بيراميدز بدا يقلق، الا اذا بقى النادي الاهلي خلي بالكم عنده ماتشات برضه رزله ورخمه قوي قوي قوي، وخلي بالكم بيلعب كل يومين كل ماتشين كل يومين ثلاثه ماتش، فدي برضه بتصعب عليه. زي كمان النهارده خلي بالكم عمر كمال عبد الواحد وعمر السوليه خرجوا بره الفرقه والاثنين للاصابه. تخيل يعني النادي الاهلي يا جماعه، هو ده النادي الاهلي والله العظيم. مش عشان احنا ميولنا اهلاويه وبنحب النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، تيشيرت تقيل جدا واي فرقه بتقلق منه. ففرقه بيراميدز فرقه محترمه وعملت اللي عليها، والماتش كان جميل، بحس ان الاهلي والزمالك كانوا بيلعبوا. هارد لك لفرقه بيراميدز، مبروك للنادي الاهلي كده. الدوري بدا خلاص، الاهلي وبيراميدز فوق مشغالين مع بعض، وفي فرق بتحاول تاخد ثالث ورابع في الدوري، في انبي، في فيوتشر اللي هو مودرن فيوتشر، في سيراميكا، في الاتحاد برضو موجود، دولت اعتقد الاربعه اللي هم بينافسوا، وزد سوري انا اسف، دولت اللي بينافسوا على المربع الذهبي. في القاع الامور بتصعب كل مادة على البلديه والداخليه والمقاولين، واللي مادة بتصعب. ممكن البلديه يقرب لفاركو، يعني الفرقه الوحيده اللي ممكن تقرب لفاركو هي البلديه. بنك الاهلي بعد، الاسماعيلي بعد شويه، الجونه بعد. فتسمي بقى قفشه الورقه الذكيه والورقه الرابحه لكولر، تقول قفشه الضربه القاضيه مره ثانيه، قول اللي تقوله، هو ده النادي الاهلي. في استاد القاهره ما اعتقدش الاهلي بيخسر، انا ما اعتقدش يعني على مدار التاريخ ماتش او اتنين يعني بنسبه قليله جدا اللي ممكن الاهلي يخسر، والزمالك برضه في نفس الوقت لما بيلعب في استاد القاهره برضه هو استاد بيبقى وشه حلو على الاهلي والزمالك. فرقه بيراميدز برضه لازم نشيد بيها، فرقه محترمه، فرقه عملت منافسه قويه في الدوري بعد ما كان الاهلي والزمالك هما اللي بينافسوا، لا الامور بقت في اي حد يقدر ينافس. بيراميدز لسه الامل موجود بالنسبه له، عشان تكون تعرف هو لسه الاول. المؤجلات بتاعت الاهلي، لما الاهلي يفوز هيبقى فرق بين الاهلي وبيراميدز 2 بونت للاهلي، بما فيهم ماتش بيراميدز الثاني اللي جاي. توفيق ان شاء الله باذن الله. استمتعنا باللقاء، استمتعنا بالمباراه، استمتعنا بالحكام، استمتعنا بالاثنين مديرين الفنيين، استمتعنا بالتغييرات اللي اتعملت وخاصه من النادي الاهلي. هو دي كره القدم يا جماعه، مفيش اعتراضات، مفيش حد احتاج، كله بيحترم قرارات الحكم. اتمنى زي ما احنا بنحترم الحكام الاجانب، اتمنى الحكام المصريين تساعد اللعيبه اللي تحترمها.
اشوفكم على خير باذن الله في لقاءات اخرى ممتعه للكره المصريه. شكرا.